دير الجور 27/2013 أحد الصواريخ التي استهدفت أحد المباني في منطقة الشيخ ياسين ألحقت به دمارا كبيرا، بل أصبح عائلا للسقوط بشكل كامل. فالطابقين العلويين تضررا تضررا كبيرا، ما سبب دمارا هائلا بهما كما ترون. جزاهم الله كل خير. ها هم العاملين في المجلس المحلي جاءوا فورا، وبعد ساعة أو ساعتين فقط من نزول هذا الصاروخ لتنظيف آثار الدمار التي تسببت بقطع الشارع. وانظروا إلى كل هذا الدمار الذي تساقط من تلك البيوت التي استهدفها صاروخ هذا النظام الغادر والقاتل.